بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة اليوم تعمل على إزالة الشوائب والقضاء على حب الشباب وآثاره، تزيل الرؤوس السوداء والبيضاء وتزيل أيضا الشعيرات الرقيقة من الوجه، مناسبة لكل أنواع البشرة وخاصة الدهنية، لأن هذا الماسك يحتوي على نواة التمر، ونواة التمر من أقوى العناصر الطبيعية المطهرة للبشرة والجلد، وتقي من نمو الحبوب والبثور وتقلل من تهيج البشرة واحمرارها، تزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة، تجدد الخلايا التالفة مما يحافظ على شباب البشرة وتزيد من رطوبة الجلد وتقلل من حالة الجفاف والتشققات. وقبل أن أبدأ هذه الوصفة أدعوكم للاشتراك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي. لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى جيلاتين نباتي متوفر عند بائع لوازم الحلويات، نحتاج إلى حليب ساخن، وآخر مكون هو بودرة نواة التمر. ولعمل بودرة نواة التمر نحتاج إلى نواة التمر يغسل جيدا، يجفف ويوضع في الفرن مع التحريك المستمر حتى يصبح بهذا اللون. نتركها تبرد ثم تطحن ونتحصل على بودرة نواة التمر. يجب أن تغربل جيدا للحصول على بودرة ناعمة. نأخذ ملعقة كبيرة من الجيلاتين النباتي ونضيف إليها ملعقة صغيرة من بودرة نواة التمر. بعد ذلك نضيف 3 ملاعق كبيرة من الحليب الساخن. نحرك المكونات جيدا حتى لا يتكتل الجيلاتين معنا. نستمر في التحريك حتى نحصل على قوام يسهل فرده على الوجه بكل سهولة. بالنسبة لطريقة الاستخدام، قبل أن يطبق هذا الماسك يجب أن نعرض الوجه للبخار لفتح المسامات، وهذا لإعطاء نتائج أفضل ولعدم الشعور بالألم عند نزع الماسك. يستخدم هذا الماسك وهو دافئ، توضع طبقة رقيقة على الوجه وتترك حتى تجف حوالي 20 دقيقة، ثم ينزع من الأسفل إلى الأعلى. بعد ذلك يغسل الوجه ويمرر عليه مكعب من ماء الورد. يستعمل هذا الماسك مرة في الشهر وستلاحظون النتيجة الرائعة من أول استعمال، ومع المداومة ستتغير البشرة للأفضل إن شاء الله. وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، في أمان الله.